خلال مداخلة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة مع الإعلامي محمد خلف، أكد سموه أنه رغم متابعته لعدد من المجالات إلا أن المغروس بداخل تفكير سموه دائما هو الإنسان، راحته والارتقاء به. لا نقول نحن والله في البيئة ومش عارف إيش في التعليم وفي الثقافة وفي غيره، هذه كلها مجالات ماشية وهذه كلها خطوط. يعني هل تتصور أنا يعني مثلا يوميا ما أتبع الخطوط هذه كلها؟ أتبعها، وين وصلنا هنا وين وصلنا هنا وين وصلنا هنا هكذا، لكن في خط يعني مثل ما تقول مغروس في تفكيري دائما وهو هذا الإنسان. حتى في غرفة كانجلتر كلمت عن الحصى وكلمت عن كذا ومارك البشر، أنا مليان هذه، شوف تطلع الكلمات هائلة منو لهم الأسر هائلة اللي مش عارف إيش، هذا موجود ما يغيب، يعني شايلنا معي. ولذلك يعني الإنسان لما يكون مسؤول عن البشر يختلف، تتعامل مع الصخر بال 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 بالمطرقة، تتعامل مع هذاك بالقاطع، لكن هذا إنسان. ولذلك هذا البرنامج الآن هذه مثلا تشوف هذا العدد من المنح التي طلعت للإسكان، يعني هذه راح تفرز عندنا عمليات الإحصائية هذه كلها، هم ما يفرزون يحطوا لي أرقام، أنا أترجم هذه الأرقام إلى قرارات. وعن فئة الأيتام كان لصاحب السمو حاكم الشارقة مداخلة مؤثرة حول كيفية العناية بهم ورعايتهم انطلاقا من الهدي القرآني. قلت على الأيتام هذه الذين يريدون مسحة على رأسه، طيبة حنان أبوي أو أم حانية. طبعا نحن نعمل الآن أن برنامج مال الأيتام هذا موجود، يعني لكن شيء من ورانا ما يقدر يضيع الولد في عائلة ولا في كذا. طيب في العائلة ما نقول شيء، نتمنى لهم يعني يدمجون في عائلتهم. هالأيتام حوالي 2464، يعني عندهم مساعدة ما عندهم مساعدة، ويأكل من الصينية ويشرب من الخرس على ما يقولون أول. قالوا أما اليتيمة فلا تقهر. لا إله إلا الله. ولكبار السن أهمية خاصة لدى صاحب السمو حاكم الشارقة، عبر عنها سموه بالحديث حول أوجه الخدمات التي يتلقونها في الشارقة وخاصة في مجال العناية الطبية. الحين عندي مواطنين الشارقة وهم كبار في السن فوق الستين، هذيلا تعرف شو لهم؟ أولا تأمين صحي كامل، مش تأمين، علاج صحي كامل. علاج هذا ما يعرف. طيب خلي لو دخل في مستشفى هذا وقالوا له والله انت راسك مطول كذا وتبي يقف السكه، حسابه موجود يدفع له، شو تبغى يعني؟ ترى لا سرير عالجي. والله ما اغير ولا ازيد ولا اجيب واحد اطلع من بيتي عيالي يعقون عندي. انا مستعد، قلت له اللي بكاك خلاص انا اسوي لي بيت كبار السن في بيتكم، انا متكفل له بكل شيء، عندنا عياده طبيه يسوي عمليه يدخل البيوت لكبار السن، يصير كبار السن نعم لا يريد لا يركض ولا يركض المستشفيات ولا يقول اعطوني ما اعطوني لا، ولو حتى الاسنان طالع عمرك كذلك عياده متخصصه عيادة الأسنان. غير عن هذا عندنا عياده التمريض والتدليك